السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الحلقة هطلب منكم طلب بسيط، ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت تشير لكل الناس اللي تعرفها بحيث المعلومة ما تقفش عندك وتاخد صواب المعلومة. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن كيفية فحص الهيدروليك جير بامب. زي ما كلنا عارفين، الهيدروليك جير بامب من الترمبات المستخدمة او الشائعة الاستخدام في مجال المعدات وفي مجال السيارات وفي انظمة كتير جدا هيدروليكية. فبخصوص الموضوع ده اضطرنا النهاردة ان احنا نتكلم عن كيفية فحص الهيدروليك جير بامب او الترمبة الترسية عموما، بحيث انك انت لو في موقع او في اي مجال عمل او في اي مكان عمل تقدر تفحص الترومبة الموجودة عندك في حالة اذا حدث بيها عطلة او حصل فيها مشكلة وما بتديش بريشر معاك او ضغطها ضعف معاك. فخليك معانا لنهاية الحلقة، بحيث ان احنا ان شاء الله في نهاية الحلقة هنكون قادرين نوصلك انك تعرف فكرة عمل الهيدروليك جير بامب، وفي نفس الوقت تقدر تشخص حالتها وتقيمها اذا كانت تنفع تشتغل معاك او اذا كانت تلفت وما ينفعش يصلحها بعد كده. يلا بينا نشوف. طيب انت بقى راجل في الموقع وحصل عندك مشكلة ان البامب عندك ما بتديش بريشر وضعفت معاك وعايز تشخص حالتها، تمام؟ تقدر تشخص حالتها ازاي؟ اول حاجة هتجيب البامب بتاعتك وتعلم عليها علامة، بعد كده تبدأ تفك اجزاء البامب بتاعتك وتبدأ تمسك الهاوسينج، وتبدأ تمسك الهاوسينج اللي حضراتكم شايفينه ده وتفحص السطح الداخلي بتاعه من الداخل، تشوف حالته عاملة ايه او في تآكل ولا مفهوش. اهم حاجة ان لازم الهاوسينج ده من الداخل يكون السطح بتاعه على جودة عالية جدا، وفي نفس الوقت ما يحصلش فيه اي وير ولا اي تآكل. مكان ما بشاور بالمفك ده، عندنا الحالة اللي قدام دي فيها وير جامد جدا، وبالتالي البامب دي ما ينفعش تستخدم. وبالتالي في الحالة دي انا ازاي اشخص البامب عندي؟ لازم ابص على جسم البامب من الداخل، مكان تلامس اطراف او الهيد بتاع السنة مع جسم البامب الداخلي. فلو حصل تآكل للهاوسنج من الداخل ده هيضعف لي من ضغط البامب، لانه هيؤدي لهروب البروشر او ضغط الزيت من الاوتلت بورت للالت بورت. عندي بعد كده الترسين، لازم اهم حاجة افحصها برضو او عملية فحص للبامب، لازم ابص على هيد السنة اللي حضراتكم شايفينه ده. لو حصل تآكل عندي الهيد السنة اللي حضراتكم شايفينه ده، تآكل هيد السنة ده يؤدي برضو لهروب او لزيادة الكليرانس او الخلوص ما بين جسم البامب وما بين سنة الترس، وبالتالي الزيت يهرب والبامب ما تقدرش ترفع بريشر معايا بسبب هروب الزيت من خط الطرد لخط السحب. بالتالي بقدر في الحالة دي ان انا اقيم او احدد حالة البامب عندي عن طريق حالة الدروس وحالة الهاوسنج من الداخل وبرضو حالة الجورنال بيرنج اللي حضراتكم شايفينها دي، تمام؟ الحاجة اللي تشيك عليها كمان السيل الداخلي اللي ما بين البورت او الالت بورت وما بين الاوتلت بورت. فلو السيل ده حصل فيه قطع او حصل فيه دامج، وبالتالي البامب مش هترفع معاك بريشر بسبب تلف السيل الداخلي ده او السيل الداخلي اللي في الكفر الخلفي. وبالتالي دي الحاجات اللي انا اشيك عليها، اشيك على السيلات الداخلية اللي ما بين الالت بورت وما بين الاوتلت بورت، اشيك على سطح البامب، اشيك على السيرفس الداخلي او السطح الداخلي لجسم الهاوسنج او لجسم البامب من الداخل اللي متلامس مع مجموعة التروس، اشيك على هيد السنة، اشيك على هيد السنة، تمام؟ اشيك برضو احيانا بيحصل عندي كسر في التروس دي، وبالتالي كسر التروس هنا مش هينفع معايا وهيقوم بتدمير البامب بالكامل. فلو حصل عندي كسر في احد الاسنان دي او احد التروس دي، ده برضو هيضعف لي من ضغط البامب وهيؤدي لي النويز وهيرفع لي من درجة حرارة البامب. وبكده ان شاء الله نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، واتمنى تعملوا شير وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.